مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامج شنو رايك. اليوم قناه ليبيا الحدث تحتفل معاكم بمرور عام كامل على بثها على شاشاتنا الليبيه. اليوم بدايه نقول لكل زملائي كل عام وانتم بخير بمناسبه هالعام الكامل، وان شاء الله ربي يكون قدمنا للمواطن وللمشاهد كل ما هو يمس حياته وكل شيء واضح وكل شيء صريح قدامكم في هالقناه. اليوم مع بعضنا حننزل شوي على المدينه وناخذ راي المواطن فيما قدمت ليبيا الحدث طيله العام الاولها. بعضنا كما انتم عارفين فان الراي الاول والاخير لمن؟ للمواطن. مشاهدينا الكرام بكم معاكم واسم الله نبدا حلقتنا من شنو رايك؟ قدم المصداقيه. المصداقيه والمراسله في وسط الحدث نفسه. لان اذا كان المواطن حساس كان ما فيش مراسل في وسط الحدث يبقى معناه كلام انشاء. حسنا الصوره بعيده شويه. جدا. أنا لما تقول لي والله أنا قاعد في لونا بارك ولونا بارك لونه أخضر لونه كذا وفيه وفيه، كأنك ما ركش موجود توصف لي الكاميرا وراك توصف لي في الكلام، يبقى أنا ما نقتنعش بالكلام. فلازم المراسل في الحدث نفسه. تبي أنت نزول في وسط الميدان؟ نص وسط الميدان مش ضحي أنت باعتبار لأن هذه مهمة صعبة، الصحافة ومهنة صعبة جدا والإعلام بصفة عامة، ومش من السهل أن يخدم أي واحد، ولذلك لازم تضحي تكون في وسط الحدث باش تقنعني باش انا ناصرك، والا معناه نقول يعني قالوا لكن ما عندهمش من يحقق لي الصوره اللي في ذهني. شنو الكلمه اليوم تقولها لكل الزملاء بمناسبه العام الاول لقناتي بالحدث؟ يعني انا نهنيهم من كل قلبي ومن وجد الجد، لازم من جديات وكل شيء ومصداقيه في الكلام. كل سنة طيبين إن شاء الله، وما شاء الله حتى القناة لا قوة إلا بالله، ما شاء الله وإن شاء الله ديما ليبيا كعري خير، إن شاء الله بنغازي ديما مية مية. شنو أكثر حاجة عجبتك في قناة ليبيا الحدث من برامجها؟ والله ما شاء الله كلها. تبع في 24 ساعة؟ لا ما مش واجد. مرة. لكن جو كويس معك. لا ما شاء الله والله مية مية. شنو اللي تتمناه من قناة ليبيا الحدث في الأيام الجاية؟ إن شاء الله ديما تطور وخير إن شاء الله مية مية إن شاء الله. كقناة هي ممتازة يعني، حتى الأخبار تجي فين يعني كويسات، يعني خبر حقيقي يجي فيه عرفته، وان شاء الله من تقدم القناه هذه. وبالنسبه للقنوات اللي فاتت يعني هي اثبتت جدارتها، يعني القناه هذه ان هي تديها في كل الاخبار وكل الاشياء اول باول. يعني شنو الشيء اللي تتمناه يكون في الشاشه ومش موجود من برامج مثلا؟ انت كشاب تقول شنو مثلا خاطر يكون في مثلا برنامج معين في الشاشه؟ برامج تكون في برامج ترفيه، برامج الاطفال والشباب كي حتى شنو تقعد الشاشه بتاعنا الليبيه منوعه عرفتوا، مش لازم حتى مسلسلات وني حاجه شنو تخلي جميع الفئات تتفرج. ايوه جميع الفئات تتفرج وتشوق ان شنو كل يوم القناه هذه تجيب بتفرج وفي حاجه مهمه في حاجه سمحه في القناه هذه وتفرج. ربي يقدرني يا رب ان شاء الله. سلمك ان شاء الله وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. وانت شنو تقول اليوم في عيدنا الاول اليوم؟ كل سنة وانتم طيبين ومن احسن لاحسن يا رب. اللهم امين. مقتنع بيلي بالحدث؟ كيف يا رب؟ ولا عشان احنا قدامك؟ لا 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 لا. ربي يحفظك. ربي يحفظك. ربي يحفظك. بارك الله فيكم يا شباب. مشاهدينا الكرام حاليا معي زميلة الإعلامية نادين الشريف. نادين بداية نقول لك أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك محمد. رأيك في ليبيا الحدث واحنا اليوم محتفلين مع بعضنا بمرور عام كامل على بث هالقناة؟ اولا حابه نتقدم بالتهنئه لك ولكافه العاملين في قناه ليبيا الحدث، وندعي لكم ان ربي ان شاء الله يخليكم تستمروا على اللي انتم ماشيين فيه. السنه الثانيه او دخولنا في السنه الثانيه، شنو الشيء اللي تمنينا يكون موجود انت كمشاهده غير انت مثلا كاعلاميه، شنو الشيء اللي تمنينا يكون موجود عندنا ليبيا الحدث؟ تمام، هي خطه ليبيا الحدث رائعه اكيد اشاركها، ما حدش يقدر يناقش فيه، لكن حابه ان بعد ما تنتهي الحرب المواطن ما هوش عارف الجانب، انكم تهتموا بالجانب التوعوي. حاليا المواطن قاعد كل تركيزه حرب 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 حرب، لكن شن في بعد الحرب؟ هو اللي نحب ليبيا الحدث انها تركز عليه. تخصي ليبيا الحدث اليوم بكلمه هالعيد؟ بقول لهم موفقين ان شاء الله، وربي يخليكم ان شاء الله تستمروا كيف ما انتم ماشيين. شكرا لك. عفوا شكرا. ان شاء الله برامجها سماح وواضحه يعني. شنو اكثر شيء يعجبك في ليبيا الحدث؟ صريحه. من الاخير واضحه. شنو الشيء ما يعجبكش فيها؟ والله ما شفت شيء ما يعجبنيش واضحه يعني، لان عادي تجيب في الواقع يعني. نعم. حاسس ان هي وصلت للمواطن؟ اكيد واصله للمواطن.
باهي انت السنه الجايه شنو تقول لي؟ والله نتمنى نلقى على قناه الحدث مثلا حاجه غير، شنو الشيء تتمنى؟ حاجات افضل واحسن. شو البرامج مثلا تتمنى انك تشوفها عندنا؟ يعني ذاك بينك وبين روحك، والله مقام عزام في القيلك خاطي نشوف مثلا كذا في العدد. نشوف سوق الحوت في الحدث. يا رب امين. امين. والصابري والامين. ان شاء الله قريب. ان شاء الله والله. وحمد اهو تاع الورد. هذا اهم حاجه عندنا في القناه ان شاء الله. يا ربي يقدمك اللي منور ان شاء الله باذن الله تعالى. حنصوروا مع بعضنا من جوا سوق الحوت. ما عندكش مشكله والله نجيك على طول. ورمضان حناخذ مصير من سوق الحوت؟ لا لا هذه لا. نقول ان شاء الله. مع الله صعيب. هي ان شاء الله بس صعبه شوي. ان شاء الله. رمضان الجاي ان شاء الله. رمضان بعد. اللي بعدها ممكن بس هذا لا. ربي يحفظك. ان شاء الله سلمك حتى انت بارك الله فيك. لا اللي بينحضر بصراحه ديما تجي في الاحداث يعني حقيقيه يعني انا شخصيا اتابع فيها هي جميع الاحداث واقف فيهم اول باول. شنو اكثر شيء عاجبك فيها؟ الصدق في الحدث يعني. نعم. الاخبار في برامجها. الاخبار في البرنامج يعني. شنو الشيء اللي تتمناه يكون عليها؟ ومواكبه الاحداث اللي تصير في ليبيا يعني الاحداث اللي تصير. نعم. تجيب فيهن بكل صراحه ووضوح يعني ما فيش اي نفاق ولا اي مجاملات يعني الحقيقه واضحه يعني. نعم. اليوم كعيدنا الاول وكاول سنه نسكر فيها اليوم شنو تقول اليوم لكل من يشاهد فينا وكل زملائنا في القناه؟ ان شاء الله ربي يوفقكم ويزيدكم تقدم على تقدم يعني. طبعا قناه ليبيا الحدث لها سنه تو على الافتتاح نتاعها. طبعا نقدم لهم التهنئه من اكبر موظف لاصغرهم وربي يعطيهم ويقويهم ويزيدهم العطاء والتكنولوجيا. شنو اكثر شيء كان يعجبك من ما تقدم فيه ليبيا الحدث طيلة السنه اللي فاتت؟ والله طبعا اخبارها والمصداقيه في الاخبار يعني وبالذات الاحداث اللي تواكب فيهن مع الجيش ومن قلب الحدث في الجيش وفي المحاور وني كانت يعني ابداع بصراحه. ونشوف فيها حتى تطمن في المواطن بشكل غير عادي. الشيء اللي تتمناه يكون او الشيء اللي مش موجود عندنا تقول يقول لو الجماعه يحطوا هالبرنامج او هالشيء حيكون افضل، شنو؟ والله ان شاء الله نقول ونحن تو استجنا مرحله كبيره من الحرب وني وان شاء الله افتكينا منها يخشوا على برامج توعويه وترفيهيه وحاجاتك والبرامج الدينيه يوعوا يزيدوا يوعوا في ناس واجده للاسف يعني ما زال تبي لهم واجد واجد توعيه. كلمه تخص بها اليوم ليبيا الحدث باحتفالنا بالعام الاول. ان شاء الله كل سنه وهم طيبين ورب يزيدهم ويزيدهم ويقويهم وتقدم من تقدم تقدم صراحه. ونحن اعتزوا بهم كقناه ليبيه ومن بنغازي بالذات. نقدم لهم اول حاجه التهنئه. وقناة الحدث قناة يعني كويسة وواضحة وأخبارها كلها كويسة ونحن نتابعوا فيها من يوم ونهنيهم على لهم سنة توا وإن شاء الله يعطوا المزيد والأكثر والأحسن. اللهم أمين. شنو أكثر شيء كان يعجبك في ما تقدم فيه ليبيا الحدث؟ أو شيء كان مثلا يشد في انتباهك؟ جميع برامجها شد انتباهي من ناحية الجيش من ناحية البلاد من ناحية أي حاجة. الأخبار اللي يجيبوا فيها كلهم يصرن وجيدات جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله من تقدم تقدم وإن شاء الله تمشوا للأفضل يعني إن شاء الله تكون قناة ليبيا الحدث على الوجه الأفضل تغطي كل ما يهم المواطن الليبي وكل ما تغطي شيء مثل المواطن كل ما يمس المواطن الليبي. شايف هي مكفية موافية معاكم؟ هي ان شاء الله نقول مكفيه وموفيه لكن باذن الله خير باذن الله كمال لله لكن نقول باذن الله. بارك الله فيك ربي يصون ان شاء الله. شو نقول انت اليوم؟ ان شاء الله. حتى هذا اليوم بعيد بعيد شو اسمه ولدك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن شو نقول اليوم في عيد الحدث؟ قول لهم هذه اول سنه. قال لك يا عبد الرحمن كل عام وانتم بخير ربي يصون ان شاء الله. اول حاجه كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله من تطور تطور. وبالنسبه لقناه الحدث يعني قدمت المواطن يعني الاحداث اللي سايره في البلاد وجايبه الصوره كلها يعني. شنو الشيء اللي تتمنى يكون موجود معنا في السنه الجايه؟ والله السنه الجايه ان شاء الله يكون يعني البرامج ما يكونش سياسيه يكون برامج العائله ان شاء الله وتقد العائله كلها تهتم عن القناه هذه. اللهم امين. شو اليوم تقول كلمه لليبيا الحدث خاصه اللي تخص بها القناه وكل الزملاء اللي معنا في القناه؟ نقول لهم كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله وان شاء الله من تطور تطور وان شاء الله تقعد من احسن قنوات الليبيه. السلام عليكم.
صحتين. سلام شو طيبة؟ الله يحفظك. الحمد لله بخير. نبي اليوم نقول لك شنو رايك في ما قدم فيه قناة بالحاجة طيلة هالسنة اللي فاتت، واحنا اليوم محتفلين مع بعضنا بالعام الاول القناة. والله القناة ما شاء الله عليها، تغطيتها اخبارها نحن نتابعوا فيها كلها، ونتابعوا في البرامج متاعها العسكرية والسياسية والجوانب الاجتماعية. هي تبي بس نقطة بسيطة، هي تبي تكتير من برامج الآراء للناس، زيك انت هكا يا حميدة ينزل يسأل الناس شن المطلوب، شن يبوا، شن ديرين في حياتهم اليومية. ان شاء الله ربي يوفقكم. والله ان شاء الله عليك كلمة تقولها اليوم لكل الزملاء وكل من يتابع فينا اليوم عبر بحدث بمرور هالعام الكامل. والله القناة طاقمها وداريها كلهم شباب بلاد وشباب بنغازي ومخلطين، والله ربي يوفقهم صراحة، برامجهم حلوة. لكن القناة تبي حاجة واحدة نتمناها فيها، هي انها تدير برنامج اطول. برنامج اطفال. برنامج اطفال باش تكتمل الكوكب نتاعها. حلو، قد ما انت الاطفال. والله عادي ما فيش مشكلة. ربي يحفظك، سمع بارك الله. الله يحفظك وانت يا ربي يحفظك، ديما اللي مع الناس وانت اعلامي عمادي، ديما نزلت من اول يوم تسأل في الناس بصراحة، وربي يحفظك ويوفقك. لك العافية. وانت طيب يا حبيبي، الله يحفظك. والله الاخبار يعني مهتم بالشان الداخلي والاخبار، اخبار يعني اخبار محلية. شايف ان فيها مصداقية في اخبارها؟ والله كويس اخبار. ها شو اللي تتمنى يكون فيها في السنة الجاية او السنوات القادمة؟ والله من التطوير ان شاء الله الاحسن يقولون يعني. والله اللي بحاجة تعتبر من افضل القنوات، نحب نقول لهم كل سنة طيبين لكل من سام قناة اللي بها حدث، وكل ما خلى القناة تجد أفضل وأفضل. القناة يعني هل فيها شيء تتمنى أنه يكون فيها في الأيام الجاية؟ تتمنى حاجة معينة، برنامج معين؟ والله هي تقريبا كل شيء نهيته، فهمني؟ لكن هذا يحب لزيادة؟ أيوه لذين. ربي يعطيك الصحة. الله يسلمك إن شاء الله. أول حاجة كل عام وأنت بخير أستاذ محمد، أنت والناس كلها بصفة عامة يعني، وربي يحفظكم ويرعاكم الشباب كلكم يعني. ليبيا الحدث طبعا قناتي انا المفضله، نحب نتابعها بصراحه اول باول، ونقول ان شاء الله ربي يعني يهدي البلاد، وان شاء الله ربي يعني يعطينا طول العمر نشوف بلادنا عوده زي الاول يعني، فهمتوا؟ مطمنين نقعدوا، فهمتوا؟ الحمد لله احنا بقياده قيادتنا الحق يعني، يعني اصبحت بنغازي مطمئنه وامنه يعني، الفضل يرجع لله وحتى للرجاله بصراحه، شبابنا ربي يحفظهم يعني لنا، ان شاء الله ربي يحفظهم قاعدين في المحاور علي سبنا نحن، هم مؤكد يعني الحمد لله رب العالمين. ويعني بصراحه جابوا نصر الحمد لله يعني، ما ننكرش ان نحن تو في امن وامان بصراحه. والله اولا فضل شبابنا لكل من قدموا ارواحهم، اكيد قدموا ارواحهم طبيعي، نحن متريحين، خلينا بصراحه ندعو، هم قاعدين في المحاور صح ولا لا؟ ربي في من ضحى بروحه من اجل نحن يعيشوا عيالنا هم يعيشوا اطفالنا، وتجد بلادنا امنه مستقره، ونحن نقدوا متريحين نخشوا ونطلعوا امن وامان. الحمد لله استاذ محمد بصراحه، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الشيء اللي تمني انه هو يكون معانا في الشاشه في السنه الجايه مثلا، شنو الشيء اللي تمنين يكون موجود كبرنامج كشيء معين؟ والله كل شيء حلو نتمنه بصراحه يعني، حتى لو مش لنا نحن الاطفالنا برنامج اطفال يعني. بصراحه يا ريت والله جد. بريك هذا طلال الله يسلمك. شنو حالك؟ طيب. هي كويس. هاي ترى هاي يقول كل سنه وانتم طيبين. قول عمو كل سنه وانت طيب. كنت. وين كنت؟ كنت قاعد انا عندي بالعادي. قول لك كل سنه وانت طيب يا عمو. قول انت طيب. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. طيب يحفظكم ان شاء الله، ربي يقدرنا باذن الله تعالى في بحادث يقدموا لكم الكثير ان شاء الله يا ربي. والله ربي يحفظكم، شكرا لك يا استاذ محمد، انت دائما يعني في الجديد انا نحسك، الله اكبر عليك يعني. وانا من النوع اللي نحب نتابع الحدث يعني، تحديدا ما نحبهاش تفوتني بكل، ودائما انا كل ما انت تطلع نقول ربي يحفظك يا استاذ محمد، يعني نعتبرك زي وليدي بالنسبه لك انت. اللي قالك هذا شرف لي اكيد. بارك الله فيك، وان شاء الله ربي يرعاك من جديد الى جديد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج شنو رايك؟ خذ راي المواطن فيما قدمته اللي بحدث طيله اول سنه من ظهورها على الشاشه الليبيه. فدائما نقول شكرا للمواطن الليبي اللي اعطانا ثقه كبيره ان نكون معاهم داخل بيوتهم، وشكرا لكل واحد قدم الدعم لقناه ليبيا الحدث. وكل عام كل زملائي بصحه وسلامه، وكل سنه وكل مشاهدينا الف خير. مشاهدينا الكرام، في الختام ما كملنا غير السلام، حفظ الله ليبيا، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.